أصدقائنا من ذوي الإرادة مهما عدى عليهم من التحديات بسبب وجود إعاقة، والإعاقة دي قدرت إن هي تسبب لهم عجز إلا إنهم بإرادتهم وبعزيمتهم قدروا جميعا إنهم يتخطوها. ساعدتهم كمان وجود أطراف صناعية حديثة، تقدر الأطراف الصناعية الحديثة إن هي تساعدهم كتير على المشي وعلى الحركة وعلى العودة للحياة مرة أخرى. أحد أصدقائي من ذوي الإرادة بسبب هذه استعرضت لي تم بدر أحد ساقيه أعلى الرتبة. الطرف الصناعي بالنسبة لها بيعوضها كتير وبيساعدها كتير عن بدر أحد ساقيه. الطرف الصناعي تستخدمه بصورة دائمة ضد صديقتنا الجميلة إن هي ترتدي الطرف الصناعي الخاص بيها. تبدأ باستخدام جريب من القماش عشان يساعدها على إنها ترتدي الطرف الصناعي وما تخلعش منها. بالإرادة وبالعزيمة تقدر توصل لهدفك وتقدر تحقق كل أحلامك. تبدأ صديقتنا تشرح لنا الطرف الصناعي من الداخل. طبعا هو مصنوع من ألياف الكربون ومواصفات خاصة عشان ما يتسببش في أي جروح أو أي إصابات. مبطن طبعا من الداخل ديت الأجزاء اللي بيتكون منها الطرف الصناعي. تبدأ صديقتنا في ارتداء الجراب القماش عشان تتمكن من تثبيت الطرف الصناعي. وبعد ما بترتدي من جراب القماش الطرف المبتور بتبدأ تلبس الطرف الصناعي الخاص بيها. وتقوم بتثبيته جيدا وبتبدأ تسحب الطرف القماش من خلال فتحة صغيرة، وبكده بيكون تم تثبيت الطرف الصناعي وتقدر تمارس حياتها بيه وتمشي بيه وتستمتع بحياتها. لازم طبعا الطرف القماش يخرج بالكامل، وبعد كده بتقوم بتركيب قطعة من البلاستيك بيسد الفراغات. وتبدأ إن هي تاخد خطواتها البسيطة بكل إرادة وكل أمل وكل عزيمة. الإعاقة العقلية إعاقة فكر وليست إعاقة جسد. نتمنى لجميع أصدقائنا من ذوي الإعاقة حياة سعيدة خالية من الأمراض والأوجاع. طبعا الطرف الصناعي ساعدها كتير إن هي ترجع لحياتها بصورة طبيعية، وبتقوم دلوقتي بخلع الطرف الصناعي عن طريق فك القطعة البلاستيكية. ثم سحب الطرف الصناعي من السوق المقطورة. الإعاقة الحقيقية إعاقة فكر وليست إعاقة جسد.